حياكم الله متابعينا الأحبة، رحب بكم أجمل ترحيب والتقيكم بحلقة جديدة من البرنامج الرمضاني اليومي قبل السحور. ضيفي اليوم هو ضيف على كل العراقيين، السفير الفلسطيني في بغداد السيد أحمد الرويضي. بالتأكيد فلسطين هي الجرح الدامي في ضمير وفي وجدان كل المنصفين وكل الشرفاء بالعالم. العراق بكل عناوينه يتعامل مع القضية الفلسطينية شعورا وليس شعارا، المرجعية الدينية، الحكومة العراقية، الزعامات الوطنية، كل النخب، بل كل الشعب العراقي يتضامن مع القضية الفلسطينية قولا وفعلا. رمضان كريم سعادة السفير، وحياك الله وشكرا لتلبية الدعوة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة وإطلالة طيبة، وتحية إلى كل أهلنا بالعراق بكل المستويات، للحكومة العراقية، للمرجعيات الدينية، لكافة المؤسسات والمنظمات ومجتمع المدني اللي كله كما ذكرت متضامن مع فلسطين بهذا المشهد الذي تعتز فيه فلسطين أن العراق يقف متقدما على غيره ربما في المواقف، والذي استمعنا إليها من دولة رئيس الوزراء في مؤتمرات مختلفة، خاصة في المؤتمر الذي عقد في القاهرة، المؤتمر الدولي في بداية الأحداث، كنت تذكر كانت كلمة واقعية طويلة واسعة متضمنة أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان عنوان وتهجير الشعب الفلسطيني، وبالتالي من حق الشعب الفلسطيني أن يقرر مصيره وأن يقيم دولة الفلسطينية. فليس جديدا على العراق، يعني في كل الصعاب اللي يمر بها أشقاء تجد العراق حاضرا في كل المواقف. العراق يعني منذ عام 1948، يعني أذكر هناك في جنين مقبرة هي مقبرة شهداء العراق. صحيح. وبالتالي العراق ليس بالموقف الجديد اتجاه فلسطين واتجاه قضيتها وما تتعرض له، وإنما منذ عام 48 واستقبل لاجئين فلسطينيين وما زالوا اللاجئين حتى اللحظة، وإن شاء الله نتمنى لهم العودة قريبا إلى فلسطين محررة. دعنا نبدأ بأجواء شهر رمضان، قد يكون هو أصعب شهر رمضان يعيشه الشعب الفلسطيني. هل سبقا مر المواطن الفلسطيني بتجربة أقسى عليه من هذه التجربة ومن هذه الظروف اللي يعيشها اليوم؟ شوف، منذ عام 48 هناك حرب معلنة على الشعب الفلسطيني عنوانها تهجير عن أرضه، يعني وإسرائيل تتحدث عن يهودية الدولة بمعنى أن لا يوجد فلسطيني، وهي عندما تتحدث لا تتحدث فقط عن الأراضي اللي احتلت عام 48، وإنما تتحدث عن كل الأراضي الفلسطينية، حتى الضفة الغربية يلقون عليها اسم يهودا والسامرة. صحيح. وبالتالي الحرب على الشعب الفلسطيني ليست بالجديدة، والهدف إبعاده عن أرضه، وقدمنا شهداء بالألاف وأسرى بالألاف، ولكن في هذه المرة وهي الحرب السادسة الآن على غزة خلال السنوات الأخيرة هي الأقصى، لأنه عدد الشهداء كبير جدا، تجاوز 35,000 شهيد، حوالي 100,000 جريح، نتحدث عن تدمير لكل مظاهر البنية التحتية، للمؤسسات الصحية، للتعليمية، للجوامع، الكنائس. هناك برنامج عنوانه أن لا تكون غزة صالحة للحياة، وبالتالي دفع المواطن الفلسطيني للهجرة من غزة، وبالتالي تنفيذ برنامج التوطين اللي تحدث عنه نتنياهو في بداية هذه الحرب. لذلك نحن نرفض التوطين، نرفض التهجير، ونعتبر أن صراعنا الآن هو أصعب، لأنه عنوانه هو إنهاء هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، لأنه إذا استمر الاحتلال معنى أن إذا انتهت هذه الحرب سنشاهد حرب أخرى خلال الأعوام القريبة القادمة. لذلك عنواننا في البرنامج العام الذي نعمل عليه الآن هو وقف العدوان أولا على الشعب الفلسطيني، إدخال المساعدات، الاعتراف بدولة فلسطينية، وإقامتها على الأرض وعاصمتها القدس. يعني أود أن أسأل السيد أحمد الرويضي، الإنسان بعيدا عن الصفة الدبلوماسية، إحنا عرب يوميا نتابع هذا القصف المستمر وتهديم المنازل والاعتداء على المؤسسات الصحية، أنت كيف تتلقى هذه الأخبار اليومية؟ شوف، يعني هو موقف صعب جدا، أولا أنت بعيد، ولكن بنفس الوقت تتابع كل ما يجري على الأرض بشكل يومي، سواء بغزة أو بالضفة الغربية أو بالقدس، لأنه ليس فقط الاعتداء على غزة، ربما المشهد الأوسع في غزة الآن، لكن أيضا بالضفة الغربية هناك اقتحامات يومية، هناك شهداء بشكل يومي، هناك اعتقالات، هناك حواجز عسكرية تمنع التواصل ما بين القرى والبلدات الفلسطينية، وأيضا القدس المحاصرة بجدار فصل عنصري، والآن في شهر رمضان بشكل خاص منع المصلين المسلمين من الوصول بحرية للمسجد الأقصى المبارك،
ربما شاهدتم عبر وسائل الإعلام، يعني يمنع أهل الضفة الغربية وغزة من الوصول للمسجد الأقصى المبارك ويحصر فقط على أهل القدس، وأن في داخل الخط الأخضر أعداد قليلة فقط سمح لها بالدخول من الضفة الغربية وهي بأعمار محددة، لذلك كان العدد قليل. هذا مشهد حزين لأنه عنوان أي معركة هو المسجد الأقصى، لذلك الاحتلال يريد السيطرة على المسجد الأقصى المبارك. ما الذي يمنعه من ذلك؟ وهذا الوجود الفلسطيني على كل الأراضي الفلسطينية، بالتالي هو يريد أن يعني يزيد الشعب الفلسطيني حتى ينفذ مشروع الهيكل المزعوم والموضوع الديني الخرافي الذي يتحدث عنه تحت عنوان الهيكل الذي لا وجود له لا تاريخا ولا أرثا. لذلك على المستوى الإنساني مشاهد مؤلمة، مشاهد صعبة بالتأكيد لك من الأحبة والأقارب والأصدقاء في فلسطين. بالتأكيد بالتأكيد أنت يعني هذا المشهد يعني ربما كنا نشاهده بشكل يومي لأننا أصلا قادم من فلسطين، كنت 5 شهور صار لي في بغداد فقط وعائلتي هناك ما زالت حتى اللحظة، لكن دعني أقول لك هناك حالة صعبة لدى الشعب الفلسطيني الآن، لأن المستوطن المسلح، هناك حقد غير مسبوق تشاهده في هذا القصف اللي بيتم على الأطفال الخدج وعلى المسنين وعلى النساء التي تتحرك من مكان إلى مكان. المعركة ليست ضد فصيل سياسي، المعركة ضد الشعب الفلسطيني بالكامل، لذلك المشاهد مؤلمة، لكن هذا قدرنا في الآخر، ونحن من يعني مكرمين من رب العالمين إنه موجودين على أرض مقدسة فيها أولى القبلتين وتواجهون هذا القدر بشجاعة واستنصار. لذلك الشعب الفلسطيني عنده قرار إنه حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولة الفلسطينية، وهذه ليس منا من أحد وإنما هي أرضنا ونحن أصحابها، والاحتلال هو الخطأ. لذلك لا يقلقنا بعض المواقف الدولية بما فيها موقف الولايات المتحدة الأمريكية، إحنا بنقول حقنا الطبيعي أن نكون كما باقي الشعوب، أن نعيش في حرية، أن نبني مؤسساتنا، أن نبدع بالبناء والعلوم والآداب والثقافة، ويتوقف هذا الاحتلال جاثم على قلوبنا منذ أكثر من 75 عاما. نأتي إلى مهامك، استلمت المهام منذ 5 أشهر تقريبا. صحيح. خلفت واحد من أهم وأقدم السفراء في بغداد السيد أحمد عقل، كيف وجدت العلاقة الدبلوماسية بين العراق وفلسطين لحظة السلام؟ شوف كما ذكرت لك يعني العراق بكل مكوناته فلسطين قضيته الأولى، سواء كنت تتحدث عن الجهة الرسمية أو الجهة الدينية أو كنت الشعبية. تتحدث عن الجهة الشعبية. لذلك أنا بدي أقول لك يعني أنا شاركت في عشرات الوقفات والمهرجانات وزرت عدة مؤسسات ومدارس وجامعات، وكلها كان العنوان فلسطين، حتى العشائر التقيت فيهم هنا في بغداد وفي البصرة. يعني وبالتالي شنو استشعرت من كل هذه الزيارات؟ أن كل إنسان عراقي يحمل قضية فلسطين ويعتبرها قضيته الأساسية. الطفل العراقي الذي استقبلني في عدة مواقع زرتها حتى هنا في المسرح الوطني بالقرب مما نسجل، يأتوني بعض الأطفال العراقيين يرسمون علم فلسطين، شهداء فلسطين، المسجد الأقصى. هذا يؤكد أن قضية فلسطين لن تمحى. من اعتقد واهما أنه استطاع أن يجر العرب والمسلمين إلى برامج ستار أكاديمي وبرامج مختلفة لينسيه قضيته الأساسية فشل. بقيت القضية الفلسطينية هي القضية الأم لدى كل إنسان عربي ومسلم، فما بالك بالشعب العراقي اللي هو أصلا كما ذكرت لك قدم الشهداء منذ عام 1980. على مستوى الشعب العراقي، لكن العلاقات الدبلوماسية اليوم بين العراق وفلسطين حدثني أكثر عنها بالتفصيل. يعني دعني أقول لك أنا قابلت دولة رئيس الوزراء أكثر من مرة، وقابلت أيضا فخامة الرئيس، وقابلت عدة وزراء وعدة مسؤولين بالدولة، الكل متضامن. هناك مساعدات قدمت من العراق إنسانية بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر العراقي والهلال الأحمر الفلسطيني والمصري، نتحدث عن حوالي 10 طائرات وصلت إلى غزة، اشتملت إلى مساعدات طبية أيضا، وكانت مهمة جدا لأن تم تنسيقها بشكل مباشر من خلال السفارة ما بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر العراقي. أيضا 10 مليون لتر وقود تم إرسالها إلى غزة، تحركت باخرة من البصرة، قبل 2 أسبوع دخلت أول كمية من هذه المساعدة، بقيت فترة بالعريش لكن الآن دخلت إلى غزة، وهذه تستخدم للمستشفيات وللوقود الكهرباء. أيضا هناك دعم مالي قدم إلى وكالة غوث اللاجئين خلال شهر رمضان بقرار من دولة رئيس الوزراء.
اللي بنوجه له التحية المهندس محمد شيع السوداني. الحقيقة أيضا قدمت مساعدات من عدة فصائل وقوى مختلفة في العراق ومرجعيات دينية وأرسلت الأردن استبقت شهر رمضان وخلال شهر رمضان المبارك أيضا، وأيضا يتم تنسيق دخولها بالتنسيق مع الإخوة الأردنيين. هناك موقف سياسي تم التعبير عنه في أكثر من موقف في الأمم المتحدة، في الجامعة العربية، في منظمة المؤتمر الإسلامي، في مجلس حقوق الإنسان. العراق موقفه معلن أنه يرفض مساواة قتل المدنيين من الطرفين، لذلك ويعتبر أن ذلك فيه اعتداء على القانون الدولي الإنساني، لأن الاحتلال هو الذي يتحمل مسؤولية عن الجريمة، وأيضا يرفض مبدأ الاعتراف بحق وجود إسرائيل لأنه يرفض مبدأ أيضا التطبيع. وهناك قانون مقر من البرلمان العراقي، وأنا أيضا كنت قبل أيام في حضرة رئيس البرلمان بالإنابة. إذن هناك موقف من كل المركبات، لكن في الموقف الرسمي أيضا هناك تنسيق يتم الآن لزيارة قادمة ستكون للحكومة الفلسطينية الجديدة إلى العراق الشقيق، إلى بغداد. صحيح، ونحن نعمل الآن للتحضير لهذه الزيارة مع الخارجية العراقية للتوقيع على مذكرات تفاهم لبعض ما بين بعض الوزارات اللي من شأنها أن تعزز العلاقة ليس فقط على المستوى السياسي والدعم الإنساني. تم تحديد توقيت هذه الزيارة؟ حاولنا أن تكون بشهر رمضان المبارك، وكان هناك تعليمات من السيد الرئيس محمود عباس أن يذهب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزراء في دولة فلسطين ويزوروا نظرائهم بالعراق، ويكون هناك توقيع لمذكرات تفاهم في المجال الصحي، في المجال التربوي والتعليم، في المجال الثقافي، في البيئة، في المياه، بالعدل والقانون، له علاقة بالتدريب ومنح طلاب، وله علاقة في مشاركات من فرق فنية فلسطينية أن تأتي إلى بغداد في المرحلة القادمة. الآن نحن بانتظار تحديد موعد، متوقع قبل نهاية العام إن شاء الله يتم توقيع هذه المذكرات، وهذه ستعزز من العلاقة الثنائية بشكل أوسع اللي تترجم هذا الموقف المتقدم لأهلنا بالعراق وللحكومة العراقية ولكل مكونات العراق مع فلسطين. أنت تترجمها الآن إلى واقع عملي سنشاهده إن شاء الله قبل نهاية هذا العام في هذه المذكرات اللي قمنا بتحضيرها فعلا وهي جاهزة للتوقيع ما بين الوزارات الفلسطينية وما بين الوزارات العراقية. طالما أتحدث عن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي أدت اليمين أمام الرئيس عباس، دعني أسألك سعادة السفير، ماذا برأيك لماذا لم تشارك بعض أو باقي الفصائل بالمشاورات على الأقل؟ لا، هو كان في اجتماع في موسكو لكل الفصائل الفلسطينية. كل الفصائل. صحيح، وكان في حديث عن موضوع وقف العدوان والتحرك السياسي، وكان في إجماع على أن منظمة التحرير هي العنوان الذي يجتمع تحت مظلته الشعب الفلسطيني بأكمله، لأن بتعرف منظمة التحرير نحن ضحينا كثيرا ليبقى قرارها مستقل، وبالتالي هي تذكر في العام 73 يعني عندما ذهب ياسر عرفات إلى الأمم المتحدة ورفع غصن الزيتون بيد والبندقية في اليد، هاي تضحيات كبيرة، إلى أن جاء العام 88 إعلان الدولة بالجزائر. الآن الحديث مع المجتمع، أنت لا تستطيع أن تفصل نفسك كمان عن المجتمع الدولي لأنه بالنهاية أنت جزء من منظومة دولية، وهناك أطراف مختلفة على تواصل نحن معها، كلها تتحدث عن ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط، بمعنى أن تكون حكومة من الخبراء المختصين لمعالجة طبيعة القضايا الصعبة اللي عنوانها عريض، لها علاقة في البناء في غزة ما بعد إن شاء الله انتهاء العدوان بأسرع وقت وإعادة الإعمار، ولها علاقة باستنهاض القطاعات التنموية. سعادة السفير، اللي أفهمه يعني أنه بعض من خلال كلامك أنه حكومة تكنوقراط أنه ماكو أي اعتراض من باقي الفصائل التي لم تشترك. هلا انت عندك سلطه تدير حياه الشعب في الداخل، لها علاقه في المسائل المرتبطه في البنيه التحتيه، لها علاقه في التعليم، بالصحه، بالثقافه، بالزراعه، بالبيئه، بكل القضايا اللي اي انسان يحتاجها بحياته اليوميه. وعندك البرنامج السياسي، الموضوع السياسي يقوده السيد الرئيس وهو ينسق مع كل الفصائل في اطار منظمه التحرير الفلسطينيه، لانه جيد. في اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير موجودين الفصائل باستثناء حماس والجهاد الإسلامي. الآن هناك دعوة للكل الفلسطيني أن يكون في إطار منظمة التحرير حتى ينتهي الانقسام، وبالتالي نعزز موقفنا في الإطار الدولي. هناك دعوة لانتخابات قادمة أيضا، وبالتالي صندوق الانتخاب هو الذي يحكم، من حق الشعب الفلسطيني أن يختار على بصندوق الانتخاب، وهناك في تكليف الحكومة الحالية أن تبدأ بالتحضير للانتخابات
قادم، واللي بيفوز بالانتخابات من حقه أن يشكل الحكومة. أذكر بالعام 2006 آخر انتخابات أجرت بفلسطين فازت حماس طبعا. وسلم إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في ذلك الوقت، وبعد عام حدث ما حدث في غزة. جيد. لكن دعني أقول لك، الآن لدينا حكومة برئاسة الدكتور محمد مصطفى، هو رجل اقتصادي عمل في مؤسسات دولية مختلفة ما فيها البنك الدولي، لديه قدرة اتصالات ومصداقية دولية مختلفة. هناك أيضا حكومة تضم مجموعة من الخبراء والمختصين بالشأن الفلسطيني في القضايا المختلفة. تتوقع لها النجاح هذه الحكومة؟ شوف، ليس أمام العالم إلا أن يبقى الشعب الفلسطيني لديه مركب سياسي يخاطب العالم، لأنه تلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية، تلاحظ المواقف الأوروبية، حتى الصيغة التي بدأت تتحدث فيها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت قليلا مختلفة عما بدأت في 7 أكتوبر. الآن يتحدث عن حل الدولتين، اعتراف بدولة فلسطينية، يعني في رفح، عدم الدخول. لكن دعني أقول لك، إحنا كمان عدونا الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتقدم كل الدعم لإسرائيل. لذلك نحن نخاطب العالم، نحن لا نستطيع أن نفصل حالنا عن المنطقة الإقليم، وأن نفصل حالنا عن المجتمع الدولي ونقول إحنا بدنا نحارب لحالنا، إحنا الطرف الأضعف، هذه عندها كل القوة العسكرية اللي عم بتشاهد هذا المشهد. لذلك ما نريده من تحركنا أن يوقف هذا العدوان، أن ندخل المساعدات، أن نعيد الإعمار لغزة، وأن نعيد البناء للضفة الغربية والقدس، وأن نعزز وجودنا أيضا حتى في القدس، اللي تذكر في عهد ترامب عندما نقل السفارة الأمريكية وقال أن القدس خارج أي مفاوضات. لا، إحنا القدس هي جزء من أرضنا الفلسطينية اللي احتلت، وبالتالي هي عاصمتنا. بعض الوزراء سيزوروا بغداد الحقيقة خلال الشهر الحالي ما بعد مع وفد الحكومة؟ لا، هو في اجتماع لوزراء الصحة العرب سيكون في 16-17 الشهر الحالي، وأيضا في اجتماع لوزراء المياه في 27 الشهر الحالي، وأيضا في اجتماع لوزراء العمل. جيد. منظمة العمل العربية، تعلم الآن الجامعة العربية تعقد اجتماعات، لكن بغداد اليوم هي مركز لاجتماعات العربية، تحضيرا للقمة العربية اللي ستعقد في البحرين في 16-5. اسمح لي هذه المقاطعة سعادة السفير، رح نأخذ فاصل قصير بعد أن نكمل حديثنا، وملفات عديدة سنناقش هذه الليلة. فاصل قصير متابعينا الأحبة، وبعده لنا عودة. حياكم الله مرة أخرى متابعينا الأحبة، نكمل حديثنا مع السفير الفلسطيني السيد أحمد الرويضي. طوفان الأقصى بالعنوان الأبرز والحدث اللي هز العالم، ماذا قدم للقضية الفلسطينية طوفان الأقصى؟ ألا عاد طوفان إلى الواجهة مرة أخرى؟ يمكن أنا بحب دائما أعطي مصطلح أوسع، أن هناك عدوان على الشعب الفلسطيني، وهذا العدوان مستمر. وتعلم غزة محاصرة بالكامل، ويمنع عنها الغذاء والماء والكهرباء قبل 7 أكتوبر، وتحكي عن 2,400,000 مواطن فلسطيني بيعيشوا ب 365 كيلومتر مربع، يمنع عنهم كل مظاهر الحياة ويقدم لهم القليل من مظاهرها، ولا يوجد لهم حق بالمغادرة إلا من خلال معبر واحد هو معبر رفح، وبالتالي الشعب الفلسطيني محاصر. كذلك الحال بالضفة الغربية، والأخطر هو ما يحدث في مسجد أقصى المبارك، اللي كان عند الجميع تأكيد أن هناك برنامج لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، وكان هناك خطة في العنوان حصلنا على تفاصيلها في إطار الاتفاق اللي حصل ما بين الأحزاب الإسرائيلية اللي شكلت حكومة نتنياهو، اللي فيه على جنبه كان سموتريتش وزير المالية وبن غفير وزير الأمن الداخلي، اللي كان عنوانهم الآن الوقت المناسب لفرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك. لذلك عندما يكون دائما عنوان المسجد الأقصى المبارك الشعب الفلسطيني يتحرك. تتذكر في الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الثانية عندما اقتحم شارون بالعام 2000 المسجد الأقصى المبارك، انطلقت انتفاضة الأقصى. دائما موضوع المسجد الأقصى المبارك هو موضوع إجماع، لأنه هذا جزء من عقيدتك وجزء من دينك. لذلك تشاهد دائما في موضوع المسجد الأقصى المبارك ليس بحاجة لدعوة من أجل أن تقف وتدافع عن المسجد الأقصى. يعني هذا مش بيت عادي عقار بدهم يستولوا عليه مستوطنين، بدك تدعي القوى الوطنية والإسلامية وخلينا نروح نوقف أمام البيت. فبالتالي كان البرنامج هو فرض التقسيم الزماني والمكاني. وأنا إذا سمحت لي هون بدي أوضح شو التقسيم الزماني والمكاني، كثير هون بالعراق سألوني عن هذا الموضوع.
التقسيم الزماني المسجد الأقصى مساحته 144 دنم. الدنم الفلسطيني 1000 كيلومتر. في هذا المكان بتوجد قبة الصخرة اللي عرج منها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، وعاد وأقام الصلاة في الأنبياء جميعا، لأنه فرضت الصلاة في حدث الإسراء والمعراج. وأيضا في المسجد القبلي والأقصى القديم والمصر المرواني، وفي القبب والمصاطب العلم والمآذن، كل هذا المسجد الأقصى المبارك. ما حصل أن محاولة السماح للمسلمين دخول المسجد الأقصى المبارك فقط وقت الصلوات الخمس، وفي الوقت الآخر للمستوطنين أداء صلوات تلمودية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي اعتداء على عقيدتك، لأن المسجد الأقصى المبارك جزء من العقيدة. المسألة الثانية، التقسيم المكاني هو إقامة كنيس يهودي في هذه المساحة، وهذا كان في محاولة بالعام 2019 في باب الرحمة اللي خضنا فيها معركة ومنعنا إقامة هذا الكنيس، لأنه باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى المبارك وهو مصلى. تمام. لذلك عنوان أي معركة دائما المسجد الأقصى المبارك. من هون الشعب الفلسطيني بتعرض لاعتداء وبتعرض لحصار وبتعرض لاعتداء على مقدساته، شو المطلوب منه؟ وضع طبيعي أن يدافع عن حقه ويدافع عن حريته. لذلك في المشهد، يعني الطوفان نتاج طبيعي لكل هذه الاعتداءات. شوف، أي إنسان يتعرض للظلم من حقه أن ينهي هذا الغم اللي موجود على حياته، والاحتلال غم موجود على الشعب الفلسطيني. تمام. لذلك أنا بعتقد أن الآن هو مطلوب إزالة الاحتلال. نحن دفعنا ثمن كبير الآن، مش ثمن صغير، تحكي عن 35 ألف شهيد وربما في أكثر تحت الأرض. تمام. سعادة السفير، يعني مر من 7 أكتوبر مر نصف عام من هذا القصف المتكرر اليومي على المواطنين في غزة. هل الغاية من هذا القصف المتواصل واليومي لإحداث أكبر عدد من الضحايا أو لتهجير الشعب الفلسطيني؟ شوف، لازم أو كلاهما، لازم نكون متابعين شو بيحكي الإعلام الإسرائيلي وشو بيحكي الساسة الإسرائيلية. ضروري. أيه. هذا جزء من المعركة، أنك تفهم عدوك كيف يفكر. برنامجهم كان اللي ذكرت لك إياه، هو برنامج كان على تشكيل حكومة نتنياهو، عنوانه شغلتين: الأقصى وتهجير الفلسطينيين وإقامة مزيد من المستوطنات وإنهاء موضوع غزة بتقليص وجود الفلسطيني فيها. لذلك العنوان الآن هو التهجير ودفعنا إلى التوطين ومنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية. ثم لاحقا بدأوا يتحدثوا عن عزل غزة وكأنه القضية الفلسطينية فقط غزة، وخلينا نشوف كيف إدارة غزة. وبلش حتى الأمريكان يتحدثوا بهذا النفس، ورفضنا هذا الموضوع وقلنا الأراضي الفلسطينية كلها وحدة واحدة، والدولة الفلسطينية إذا لم تكن عاصمتها القدس لا معنى ولها، ولا يوجد قائد فلسطيني يقبل، ولا قائد عربي ولا مسلم. أعطيني واحد سيقبل دولة فلسطينية بدون القدس وبدون مقدساتنا الإسلامية والمسيحية. إحنا الحريصين كمان على المقدسات المسيحية وكنيسة القيامة وكنيسة المهد. لذلك دعني أقول لك أنه كل المحاولات اللي كانت في إطار التوطين كنا جريئين برفضها، وكنا جريئين في عدم مقابلة الرئيس بايدن، وكنا جريئين في رسالتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا بعتقد جاء الوقت ليكون الدعم للشعب الفلسطيني بما يستحق حتى تكون معركته أكبر، لأن القادم صعب جدا. إذن العمليات العسكرية اليوم هي الغرض للتهجير وأيضا لقاء أكبر عدد وقتل أكبر عدد من المواطنين. صحيح. إذا استمعت البارح للمندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، البارح كان في تصويت على توقيف منع تصدير الأسلحة لإسرائيل، كان حديثه وكأنه المعركة على فصيل. طب إذا كان المعركة على فصيل، وكل ليش تستهدف كل المستشفيات وكل الأحياء الفلسطينية، أبرياء وعزل وكل الأطفال وكل النساء والخدج، حتى الخدج شفت صورهم أنت في المستشفيات اللي تم اقتحامها في مستشفى الشفاء. شو معنى اقتحام مستشفى؟ طب ما أنت ما أثبتش وجود أي شيء لا بالشفاء ولا بأي مستشفى ثانية من المستشفيات الستة أو السبعة اللي قمت في اقتحام. شو معنى استهداف تراثك الفلسطيني؟ شو معنى استهداف الجامعات؟ شو معنى استهداف مراكز الثقافية؟ الهدف هو محو غزة عن الخارطة وبالتالي دفع أهلها للتهجير. لذلك نحن نحذر الآن وقلنا كل الأطراف الدولية، إحنا الآن عندنا الخطر في رفح، عندنا في رفح 1,200,000 فلسطيني في مساحة ضيقة اضطروا إلى الرحيل من الشمال والجنوب غزة والإقامة هناك،
ورفح تقع على حدود مصر مباشرة، وفي جنبها اللي هو مثلث واضح. فيما يخص موضوع رفح ومحاصرتها، هل يستطيع برأيك يستطيع الجيش الصهيوني اقتحامها أو تجبر الضغوط الدولية على إيقاف الحرب؟ أنا بدي أقول لك حتى اللحظة الضغوط الدولية لم تصل للمستوى المطلوب. الفيتو الأمريكي استخدم في كل مرة يتم الحديث عن وقف الحرب، الحديث من بعض الأوروبيين عن إدخال المساعدات، أي هو الفلسطيني بس بده المساعدات؟ أي هي فكرك السيارات السبعين ثمانين سيارة بتكفي المليونين وأربعمائة ألف فلسطيني اللي بتدخل هاي؟ ما هو كل بيت في غزة بده سيارة خاصة الآن مساعدات. هذا مهم، المساعدات احنا معها ومهم ادخالها لانه بالنهايه الناس بدها تعيش، ولكن الاخطر ما يخطط سياسيا. كان الحديث عن سيناء وقلنا للامريكان لا سيناء ولا غيرها، كان الحديث عن توطين في بعض المناطق العربيه قلنا لا، حقنا للشعب الفلسطيني قام دولته وحق العوده قائم بالنسبه للاجئين. الان اطراف دوليه بدات تشاهد يعني وتعرف الحقيقه اكثر وتتحدث عن مواقف مختلفة، وأذكر هنا إسبانيا يعني على سبيل المثال، الآن إسبانيا تبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهذا موقف إيجابي واضح. لكن السفر بعض الدول للأسف مواقفها ما زالت سلبية. إذا كانت مواقفها سلبية كيف سيكون المشهد في رفح؟ أنا أقول لك أنا أحذر، وأنا يعني أتابع ما يظهر بالإعلام الإسرائيلي وأعرف كيف يفكر هؤلاء. هؤلاء عنوانهم ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي الخطر على رفح ما زال قائم كما الخطر على كل غزة. احنا بدناش الإعلام يركز وكأنها القضية طب ما هي خان يونس انضربت وشمال غزة انضرب وجنوب غزة انضرب وكل غزة الآن مستباحة وعليها قصف بشكل دائم. احنا بندعو الجميع دولنا العربية والإسلامية أن تكون قادرة على تنفيذ قراراتها التي اتخذتها في القمة العربية الإسلامية الأخيرة اللي عقدت في المملكة العربية السعودية، والآن نحن مقبلين على قمة عربية في 16/5، وأعتقد جاء الوقت للمراجعة، لأنه لا يجوز أن نترك لوحدنا في هذه المعركة. أيضا العالم الإسلامي مطالب أن يكون له موقف جدي وفعلي، ولغة المصالح يجب أن تعمل، لأنه السياسة هي لغة المصالح، وهذا العالم لا يفهم إلا لغة المصالح. يعني احنا تحدثنا عن القمة الأخيرة في السعودية، بعد هذه القمة كيف تقيمون الموقف العربي؟ هل هو داعم متفاوت؟ واحنا نتابع انه بعض الدول تمتنع حتى من ذكر غزة. شوف انا بدي اقول لك بصراحة العبارة، كان الوهم اللي اعتقده الاسرائيل ان التطبيع سينسي القضية الفلسطينية وان العلاقات مع الدول العربية ستتجاوز الحق الفلسطيني. زين، اعتقد الرسالة انا اصبحت واضحة، لا يمكن ان يفكر احد الان بالتطبيع مع وجود هذه المعركة ومع فهمه العقل الإسرائيلي. هذا موضوع التطبيع، لكن الإسرائيلي بتعرف شو بيحكي، من الفرات إلى النيل. هذه اللي بتحدثوا عنه، وظهرت أفلام حديثة جدا يعني خلال هذه المعركة، كثير المستوطنين تحدثوا بصوت عالي أنه أي أرض بتم تحريرها هاي دولة إسرائيل. لكن تعليقك سعادة السفير أنه بعض الدول اليوم حتى وإن كانت عربية تمتنع حتى من ذكر غزة. شوف أنا ما بدي أدخل، تعرف أنا دبلوماسي ما إلي علاقة إلا في ملف العراق، لأنه ملف بالنسبة لي مهم جدا، لكن دعني أقول لك العنوان يجب أن يكون ما اتفق عليه العرب وأنا متفق عليه، اللي هو مبادرة السلام العربية اللي وافقت عليها أيضا منظمة المؤتمر الإسلامي 57 دولة، اللي قالت يجب أن تقام الدولة الفلسطينية وبعد ذلك. أما ما تسبق أنت موضوع الاعتراف بدولة فلسطينية الآن، لا شو فاد، شو بتستفيد الدول من مسألة التطبيع مع إسرائيل؟ إسرائيل عدوة، وهي عندما تتحدث عن العداء تتحدث عن العداء للعربي والمسلم، وهي لا تتحدث فقط عن العداء للفلسطيني. وربما المعركة الآن تشاهدها ليس فقط في فلسطين، الآن جيد بذيولها في كل المنطقة. جيد، نتنياهو بالعادة يبحث عن انقسام فلسطيني فلسطيني، لكن بالأمس اتهامات متبادلة بين فتح وحماس، أليس من المفترض سعادة السفير احتواء هذه الاختلافات وتوحيد الصفوف؟ هذا صحيح، أنا متفق معك، لذلك احنا بلغنا أطراف كثيرة أن لا تشجع أحد إلى تعزيز الانقسام، لأنه البعض عم بيشجع هذا الانقسام. المسألة اتركونا حتى نستطيع نوحد لحمتنا الفلسطينية، لكن التدخلات يجب أن تكون بالمستوى الإيجابي، ويجب أن ننظر للشعب الفلسطيني على أساس أنه كله وحدة واحدة. احنا ما بجوز ننظر للشعب الفلسطيني انه هذا فصيل وهذا فصيل، احنا كلنا الفصائل مقاومة، وكل الفصائل عم تتعرض للاعتقال وللاعتداء، والصاروخ ما بيميز بين فتح وحماس،
والإطلاق الرصاص في المسجد الأقصى وفي الضفة الغربية ما بميز بين فتح وحماس. لذلك في المشهد الآن البعض بيعتقد أنه يستطيع أن يتدخل في أجندتنا حتى يحقق مصالح معينة. إحنا بنقول للجميع إحنا مصلحتنا عارفينها، لذلك الكل يجب أن يكون داعي لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية. وأنا بقول لك كمان مرة وذكرت لك إياها، صندوق الانتخاب هو العنوان. شو اللي بمنع إجراء انتخابات؟ اللي كان بمنعنا هو إسرائيل لأنها ترفض إجراء الانتخابات في القدس. تفضل المجتمع الدولي بكرة يوفر لنا آلية أنه يمنع تدخل الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني في الانتخابات الفلسطينية. ستجرى الانتخابات في اليوم التالي. إحنا قبل سنة ونص أعلن إجراء الانتخابات، تم اعتقال المرشحين ومنعت الإجراءات في القدس. طب أنت بتقبل تتنازل عن القدس في عنوان سياسي ممنوع انتخاب أهلها، وبالتالي نفقد عنواننا السياسي اللي هي عاصمتنا، وهذا اللي كان بده اياه ترامب؟ جيد، هذا فيما يخص الوضع الداخلي، لكن بالعودة إلى الموقف العربي، مواقف واضحة بطولية من الحوثيين في اليمن ومن حزب الله في لبنان بالمواجهة المباشرة مع الكيان الصهيوني، كيف تقرأها ساعة السفير؟ شوف، أنا ما بدي أدخل بنقاش فصائل، أنا بتحدث عن دول. دول أنا بالنسبة لي دبلوماسي أمثل دولتي في إطار دول. في مواقف الدولية تم الاتفاق في قمة المملكة العربية السعودية على عدة أمور في المستوى السياسي والدعم المالي، وفي شبكة أمان عربية اللي وظيفتها أن توفر كل دولة نسبة معينة دعم إلى فلسطين حتى تبقى قادرة على إدارة ذاتها ولا تحقق أي طرف دولي بما فيها الكيان حصارنا اقتصاديا لفرض حلول سياسية. احنا نرفض، لذلك حتى تبقى عايش بدك توفر مصادر الدخل. في المستوى السياسي تحركت مجموعة عربية في بعض الدول وجندت يعني وزراء خارجيتها في الأمم المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الأوروبية، وإحنا بندرك أنه الوحيد اللي بيقول لهم اسكتوا ووقفوا القصف هي الولايات المتحدة، هي اللي أعطتهم الضوء الأخضر وهي اللي تستطيع توقفهم. وحتى اللحظة الولايات المتحدة ما أوقفت وما قالت بشكل واضح لا. لذلك مطلوب تحرك أوسع وأكثر وترجمة عملية فعلية في إطار المصالح السياسية المرتبطة في المصالح الاقتصادية. هذا فيما يخص الحديث السياسي، لكن الموقف العسكري واضح، الجبهة الشمالية واضحة، العمليات وأيضا في اليمن منع السفن الإسرائيلية من الوصول، هذا مؤثر بشكل كبير على رأسي. لكن دعني أقول لك، أنا بدي موقف مالي بالنسبة لي مهم جدا، لأنه أنا شعبي الآن بتعرض لجريمة في منزله، في مستشفيته، في مدرسته. أنت الأطباء اللي بتشوفه في المستشفيات احنا نعطيهم الرواتب، طب هذا إذا ما حصل على راتب كيف بده يؤدي الخدمة المطلوبة منه؟ ما هو الجرحى كلهم موجودين في المستشفيات، يعني احنا مضطرين نغلق مؤسساتنا كمان شوي. لذلك مطلوب التزام عربي. دعم المالي أهم من العمليات؟ لا لا، أنا شوف، أنا ما بدي أناقش، أنا مش رجل عسكري حتى أناقش معاك العمليات العسكرية. أنا رجل دبلوماسي سياسي، أنا بتحدث معاك في موقف الدول. لذلك بقول لك أنه الآن المشهد بالنسبة لنا الدعم السياسي مهم، عنوانه إنهاء العدوان، عنوانه إدخال المساعدات، البقاء وكالة الغوث للقيام بدورها، لأنه إنهاء وكالة الغوث معناها إنهاء قضية اللاجئين وبالتالي إنهاء حق العودة اللي مرتبط في 6 مليون فلسطيني يتلقون خدمات من وكالة الغوث، وبالتالي 6 مليون موجودين في المخيمات في داخل فلسطين وفي الأردن وفي لبنان وفي سوريا. شايف هؤلاء بتلقوا خدمات من خلال وكالة الغوث. إلغاء وكالة الغوث اللي كان بطلب إسرائيلي وبدعم أمريكي معناها إنك أنت بدك تنهي القضية الفلسطينية. الستة مليون هذول بحصلوا على خدمات من الوكالة تعليمية وصحية وغيرها. المسألة الثانية الدعم المالي. هلأ في الدعم الآخر أنا لا أعرف وليس متخصص أقول لك شو يعني وحدة الساحات وشو يعني تحركت الضفة الغربية وغزة والقدس، هل يتحرك العرب، شو طبيعة التحرك المطلوب منهم، هذا أنا لا أستطيع أن أتناقش فيه في الإطار العام على وسيلة إعلام. أنا أتناقش معك في الموضوع السياسي، في موضوع الدعم المالي، جيد. في موضوع وقف العدوان، في الاتصالات الدولية تجري مع الأطراف المختلفة، كما الحكومة العراقية الآن هي تتواصل مع أطراف دولية مختلفة، وتحدث دولة رئيس الوزراء مع الرئيس بايدن في أكثر من مكالمة هاتفية اللي طلب منه وقف العدوان ووقف الاعتداء، وأنه أي توسيع للحرب بالمنطقة الكل متضرر. صحيح، أنا استأذنك يعني بالعراق نقول قهوتك بردت. يلا يسعدك، الله يسعدك يا ربي. ناخذ فاصل متابعينا الأحبة وبعدها نعود. أهلا
بكم مرة أخرى، وهذه عودة نكمل حديثنا مع سفير فلسطيني في بغداد سيد أحمد الرويضي. كنا نتحدث عن العمل الدبلوماسي والسياسي. اليوم هناك مفاوضات بين القاهرة والدوحة، هل السلطة الفلسطينية اليوم مشاركة في هذه المفاوضات؟ لا، هو اليوم في لقاء في القاهرة. جيد. له علاقة بموضوع الرهائن يعني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وموجود في كل الأطراف اللي لها علاقة بالموضوع. حتى اللحظة لم يرشح شيء عن هذه اللقاءات، بما في الطرف الإسرائيلي أيضا موجود بالقاهرة. هناك أيضا لجنة خماسية تجتمع، عقدت أعتقد اجتماعين أو ثلاث حتى الآن، اللي هي المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وقطر وفلسطين، اللي أيضا عم تعمل على رؤية لها علاقة في مستقبل قضيتنا السياسية. والإخوة العرب الحقيقة كان موقفهم واضح أنه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وطلب أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهناك تحركات عربية تتم بهذا الموضوع. وإلى أوروبا أعتقد اعترفت بالدولة الأوروبية هي في الدولة الفلسطينية، إحنا في خطوة سياسية متقدمة. لأنه كما ذكرت لك في البداية، أنت بتشتغل على مسارين، مسار حماية مشروعك الوطني الآن وما يحدث على الأرض بالاعتداء المستمر، ومستقبلك السياسي اللي عنوانه إنهاء الاحتلال. لأنه بصراحة إذا لم ينتهي الاحتلال، معنى ذلك أن الجريمة ستتكرر. وأنت شايف الصمت الدولي، وأنت شفت جنوب أفريقيا الدولة الوحيدة اللي تحركت ورفعت قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، لما تمثل كمان جنوب أفريقيا من قيمة لدى الإنسانية أجمع، اللي حاربت مبدأ التمييز العنصري والأبرتهايد. لذلك إحنا بنقول للكل، تفضل حط إيدك الآن، لأنه الآن يحتاجك الشعب الفلسطيني في موقف له علاقة في الوضع الحالي المرتبط في ما يجري على الأرض، وله علاقة في المستقبل السياسي، لأنه إحنا مستقبلنا السياسي مهم جدا. إحنا ليش قاعدين من نضحي؟ عندنا عنوان للتضحية رسالتين. كل تضحيات الشعب الفلسطيني إلها علاقة في مقدساتنا اللي إحنا مؤتمنين فيها عند رب العالمين ورح يسألنا عنها، والمسألة الثانية إلها علاقة بحقنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة. لأنه في النهاية شو معنى أن يبقى الشعب الفلسطيني منزله معرض للهدم، أبناؤه معتقلين؟ عندنا 13 ألف معتقل في سجون الاحتلال وربما أكثر. عندنا في القدس لوحدها 22 ألف منزل مهدد. والدول الكبرى متفرجة، غزة، كل الدول للأسف. شوف، كشف القناع عن كل هذا المجتمع الدولي، وعن حتى القانون الدولي، وعن مبدأ الأمم المتحدة وحفظ الأمن والسلم الدوليين. هي الأمم المتحدة إيش أنشئت؟ أنشئت لحفظ الأمن والسلم الدوليين. تركيبتها قائمة على مجلس الأمن، 15 دولة، في 5 دول إلى حق النقد الفيتو. في القضية الإنسانية يستخدم الفيتو، في القضية الإنسانية، تخيل. يعني مش في قضية، تدخلت محكمة العدل الدولية في لاهاي وقالت أن هذه هناك نية لجريمة إبادة جماعية، والإبادة الجماعية تستدعي المساعدة القانونية واتخاذ خطوات عملية. طيب، أخذت المحكمة القرار، هل تنفذ القرار؟ هل توقفت إسرائيل عن عدوان على الشعب الفلسطيني؟ طيب، المسألة الثالثة، كلنا تواصلنا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل الولايات المتحدة الأمريكية جادة في وقف العدوان؟ هذا سؤال مهم. هي تدير الصراع ولا تريد حل الصراع. في فرق في السياسة ما بين إدارة صراع وما بين حل الصراع. هي الإدارة الأمريكية تريد أن فقط يبقى في داخل غزة ولا ينتقل إلى المنطقة العربية. سفير، اسمح لي، فيما يخص مواقف الدول، يعني كثيرا ما نسمع كإعلاميين عن مقترح حل الدولتين، يعني بينفع حل الدولتين في ظل هذه الأحداث وأيضا غياب الربط الجغرافي بين الضفة والقطاع؟ شوف، المجتمع الدولي أجمع على حل الدولتين. هلأ على المستوى الشخصي في نوعين من الحقوق، في حق شخصي وفي حق عام. أنا بدي أتنازع عن حق الشخصي في حيفا ويافا وعكا؟ ولا حدا. أنا اللي بس بتحدث عنه، هذا حق شخصي اللي مرتبط في حق العودة، اللي هو حق التعويض أو حق العودة، وهذا حسب القرار 194 صدر على الأمم المتحدة. حل الدولتين هو أطار سياسي مطروح دوليا، إحنا مشينا معه، قلنا للعالم تفضل، مش أنتوا بتقولوا عن حق إسرائيل في الوجود وإحنا كمان حق في الوجود؟ فاللي بدي يعترف في دولة إسرائيل تفضل يعترف بالدولة الفلسطينية. وفي قرارات في الأمم المتحدة، ورئيس أبو مازن تحدث في شهر 9 في الأمم المتحدة، وتحدث في شهر 6 في ذكرى النكبة، قال لهم جيبوا قرار واحد في الأمم المتحدة وأنا قابل لتنفيذه،
ولا قرار من 48 لليوم بالأمم المتحدة بتنفذ بما فيها القرار 180 المتعلق في إقامة دولتين واضح. عربية و واضح. لذلك أنا بدي أقول لك هو حل سياسي مطروح. الآن في البعض يتحدث عن الدولة الواحدة ثنائية القومية، ولكن فيها مقابلة تمييز عنصري وأبرتهايد ستمارسه إسرائيل ضدك لأنه هي اللي بتملك القوة. من هون بنقول أنه إحنا في أمامنا اتفق العرب على مبادرة السلام العربية واتفق المسلمين على مبادرة السلام العربية، خلينا نلتزم بهاي المبادرة. المبادرة بتقول عن إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران اللي هي في الضفة الغربية وغزة والقدس. احنا نؤمن عاجلا ام اجلا ستنتهي الحرب في فلسطين، لكن اكيد موجوده ارتدادات متوقعه على الكيان الصهيوني. حدثني عن هذه الارتدادات ما بعد انتهاء الحرب. يعني انا مش شوف، هو يحاول ان يهرب الى الامام بنتنياهو ويستمر في الحرب، عشان هيك هو الان معني بفتح جبهات اخرى في شمال فلسطين على مع لبنان، فتح جبهات ايضا في المنطقه حتى ايش؟ حتى يبقى في الحكم وحتى يبقى متمسك في أطول فترة سياسية، لأنه في عليه قضية جنائية وهو رايح للسجن. فهو يريد أن يحافظ على وجوده. باستطلاعات الرأي عندهم هو عم بيخسر بكثير، لكن دعني أقول لك 95% من هذا المجتمع مجتمع يميني متطرف يهدف إلى إبادتك. لا يوجد لا وسط ولا يسار، كله يمين متطرف. فالعقلية القائمة عندهم هي عقلية جيد. قائمة لإزالتك على المستوى الداخلي. كنا مع بداية هذه الحرب نسمع عن أزمات داخلية يعاني منها نتنياهو وسبق الحرب. مستمرة هذه الأزمات؟ إذا سبق الحرب كان عندهم نزاع له علاقة بشكل الحكم اللي بدأت مظاهرات في تل أبيب وحيفا والمدن المختلفة في 48 اللي كان عنوانها إزالته، لأنه هو صار بيعين قضاة المحكمة ورفض أن تكون قراراته خاضعة للرقابة وأنه قرارات الحكومة نهائية. فكان في فهو يختار دائما، شوف هم اختيارهم دائما للحرب، دائما للتهرب من شأن داخلي. لذلك أنا بقول لك هم متعطشين لدمائنا، يعني يمينيين متطرفين تشاهد منهم قمة العنصرية. أنا بدي أقول لك أنت الآن تتحرك من قرية لقرية تحتاج في مسافة لا تحتاج لعشر دقائق، بدك أربع ساعات حتى تتنقل الحواجز العسكرية واعتداءات المستوطنين وعدع. يعني هذا غير عم بيجرع غزة، ولكن تسليط الضوء على غزة لأنه هو الحدث الأكبر، وهذا صحيح لأنه إحنا بدنا نسلط الضوء على الحدث الأكبر اللي في غزة. نتحمل أكثر في الضفة الغربية والقدس، لكن كل الشعب الفلسطيني مستهدف. ولا أرى في المشهد أنه في نية أن يكون هناك تقدم بأي عملية سياسية لدى حكومة نتنياهو أو لدى نتنياهو نفسه. يعني حكومة يمينية متطرفة عنوانها قتل الشعب الفلسطيني وإبعاده عن أرضه. ننتقل إلى محور أخير سعادة السفير. قبل أيام القصف الصهيوني القنصلية الإيرانية في دمشق، هذا تطور خطير، اعتداء على القانون الدولي. شفت حدا تحدث أنه احترام اتفاقية فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية؟ لكن اسمح لي، اسمح لي، هالكيان يحاول جر المنطقة لحرب مفتوحة. شخصيته نتنياهو هي شخصية قائمة على الحرب، وحكم ب 96 إذا بتتذكر فتح النفق، ولأول مرة كان في معركة واقتحامات للمدن الفلسطينية لأن حوصر ياسر عرفات في مكتبه في الدبابات الإسرائيلية. هذا العقلية اللي اليوم تحكم. اليوم ما في، لكن إذا ما انتقلت إلى حرب مفتوحة على أي شيء يعتمد الكيان؟ هو عشان هيك الولايات المتحدة الأمريكية الآن كل عملها وحركتها السياسية في المنطقة على أن تبقى على أن تبقى في إطار غزة ولا تنتقل للمنطقة، لا تتوسع العمليات، لا تتوسع للمنطقة، وأن يترك الشعب الفلسطيني اللي وحده في هذه المعركة. عشان هيك بنقول للجميع يجب أن يكون هناك موقف واضح. المسألة ليست مكاسب شخصية، المسألة يجب أن تكون مكاسب لها علاقة في إنهاء هذا الصراع. هذا الشعب الفلسطيني هو المتقدم بالمعركة لأنه هو المواجه المباشر، بس الكل مستهدف، الكل مستهدف. أنا بقول لك أنا بتابع الإعلام الإسرائيلي بتحدثوا عن دولة ما بين الفرات والنيل، يتحدثوا الآن عن الوطن البديل في الأردن، وبالتالي إثارة القلاقل في المملكة الأردنية الهاشمية حتى يسهل عليهم مسألة فرض التوطين. المشهد صعب في قمة عربية. أنا أدعو الجميع لأن يكون لديه قراءة واضحة حتى نستطيع أن نخرج من هذه الأزمة على الأقل محققين مكاسب سياسية، وتتحمل إسرائيل مسؤولية جريمتها. طب ما إسرائيل بتهدم وإحنا مطلوب منا نعمر؟
شو الضمانات انه الاعمار ما يرجعش كمان مره بعد سنتين؟ ما هي هاي الحرب السادس خلال من عام 2012 ضد غزه، في كل مره بصير اعمار وبتم الهدم. الكل يامل سعاده السفير من خلال تضافر وتعاضد جهود، كانت قمه عربيه، كانت جهود دول اقليميه، لكن تحدث ما السبيل لاعاده اعمار غزه؟ وهل ستسمح اسرائيل باعاده اعمارها؟ يعني شوف، موضوع بحث موضوع غزة يجب أن يكون في إطار بحث غزة والضفة والقدس. أنا ضد شخصيا وفي موقف سياسي أنا كمان بحث موضوع غزة بشكل مستقل منفصل، لأنه إذا بحثت موضوع غزة كأنه إحنا بدنا نعزز الانقسام من ناحية، وكأنه بدنا نفصل القضية الفلسطينية ونوزعها على مناطق، وهذا اللي بدها إياه إسرائيل. بدها تتحدث عن كنتونات عشائر يديروها، وأكيد شهدت في المشهد، ولكن كان موقف العشائر الفلسطينية واضح أن لن نشترك في تنفيذ برنامج إسرائيلي. إحنا الكل مدعو إلى الآن للوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المرجع السياسي لكل الشعب الفلسطيني، وهناك موافقة على ذلك تم التعبير عنه في اجتماع كما اطلعت على المحاضر وعلى التسع نقاط اللي تم الاتفاق عليها في روسيا في الاجتماع الأخير سبق رمضان. إذن وين الخلاف؟ فيش خلاف. الخلاف الآن على شكل اختيار منظومة الدولة في الانتخابات، وهذا الكل مجمع على الانتخابات، ما حدا الرئيس أبو مازن وحماس، الكل الأطراف بتكون انتخابات صندوق الاقتراع. المسألة الثالثة دعم عربي إسلامي حقيقي، ترجمة القرارات إلى أفعال حقيقية حتى الشعب الفلسطيني يبقى واضح قادر على مواجهة ما يراد أن يفرض عليه من برامج سياسية. واضح. بدأنا الحلقة بالكلام عن دعم العراق بكافة عناوينه، سياسيا إعلاميا حكوميا. أود أن أسمع برسالة من السفير الفلسطيني في بغداد السيد أحمد الرويضي إلى العراقيين، وبعدها نختم. أولا أقول لهم كل عام وانتم بخير، وأنا ما أريد لهذا البلد هو الأمن والازدهار، وأن يبقى في إطار التنمية الاقتصادية، وأن نشاهد العراق له هذا الثقل ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى الدولي. وأنا أقرأ في سياسة الحكومة ودولة رئيس الوزراء هذا التوجه، اللي اليوم العراق في اليونسكو في المنظمات الدولية له هذا الوزن، وإن شاء الله يبقى العراق محتفظا بهذا القيمة العليا، لأنه أمن وازدهار العراق هو فائدة قضيتي كمان الفلسطينية. أنا لا ولا نريد للعراق ما يريده البعض أن يبقى في إطاره الداخلي وفي أزمته، لا، العراق يجب أن يكون له هذا الموقف الدولي العظيم الكبير، وهو فعلا متقدم من الأمام بهذا الموضوع. في المسألة الثانية أنا أنقل تحية كل طفل فلسطيني الحقيقة، وكل امرأة فلسطينية، وكل أبناء الشعب الفلسطيني، كل أبناء شعب العراق على دعمهم في المستوى السياسي أولا. وهذه المواقف الحقيقة أنا نقلتها لقيادتي، وكنت في رام الله والتقيت السيد الرئيس بشكل مباشر وأبلغته في كل هذه المواقف، وهناك تحية فعلا مواقف حتى المرجعيات الدينية كان لها موقف واضح وثابت ومتقدم جدا، والبيانات التي صدرت عن المرجعيات الدينية. سعادة السفير، هذا هو العراق جداً. العراق الشامخ، العراق اللي يمد إيده لكل أشقائه لكل البلدان، ما نتصير أزمة أو محنة بأي بلد، تجد العراق أولا صحيح. حاضر. تفضل. هذه شكرا. حتى اللي زارونا في السفارة، واللي كان بعضهم قادم حامل أغراض الشخصية بده يقدمها إلى فلسطين، ولكن احنا بتعرف ما بنقدر نوصلها لفلسطين. شكرا للعراق، وإن شاء الله العراق سيكون معنا دوما في فلسطين، وإن شاء الله كلنا بنصلي في الأقصى محرر قريبا. آمين. شكرا جزيلا بهذه الأيام الفضيلة. شكرا جزيلا سعادة السفير، والشكر موصول لكم. متابعينا الأحبة، نشوفكم يوم غد بنفس التوقيت وحلقة أخرى من قبل السحور. في أمان الله وحفظه.